خطة العمل واضح إنها كتير مهمة وشاملة للأوضاع السياسية، للوضع الاجتماعي للمرأة السورية بشكل عام. طبعا في عدة قيود واضح من الكلمات اللي ألقيت، في عدة قيود عم تمنع المرأة بأنها تشارك بالمؤتمرات اللي الخارجية لحل الأزمة السورية، وهذا شيء برأيي أنا مقصود، لأنه وجود المرأة السورية الفاعل عم يعني ممكن بشكل مزاحمي للرجل، او بيعتبر انه هو عم تاخذ مركزه او محله القيادي، وهذا شيء خاطئ. نحن بنعرف انه في نساء سوريات وصلوا لمراكز واماكن كثير مهمه بالعالم وقادرات على انه ياخذوا قرارات، وانا برايي مو بس قادرات، هن مفتاح الحل بالازمه السوريه وبالصراع القائم حاليا. وطبعا بتمنى من المؤتمر انه يطلع بنتائج مهمه على كامل مساحه الجغرافيا السوريه، يشمل كل المحافظات السوريه اللي برا وجوا مع مين ما كان يكون. وهذا طبعا في شغلي كمان كتير مهمة وأنا بنوه له وكتير حبيتها، هو إنه هذا النسيج اللي شايفينه من كل المحافظات السورية رغم كل الظروف، كلهم إجوا، كل هدول النساء إجوا يشاركوا بالمؤتمر لحتى يثبتوا إنه عن جد المرأة السورية قادرة تواجه الصعاب لحتى تحقق الأهداف اللي نحن بنأملها وبنتمناها ليرجع المجتمع السوري يعيد بناء نفسه من جديد. مؤتمر كتير كتير رائع، كتير رائع، رائع جدا. هالعناصر الشابة أكثر ما لفت نظري، اللي هي أمل المرأة السورية. أنا بحكم أني رياضية عم زور المناطق كلها، في دمشق تحديدا في تراجع للمرأة، في للأسف وبقولها بكل صراحة إذا بدي أقول الأصولية تتفشى في دمشق، من أعرفهم انغلقوا. الأصولية الدينية عامل مخيف جدا، الثقافة الدينية اللي ما أنا ثقافة الدين الحقيقي اللي هي بتعزل المرأة ووضعها كأنها هي سلعة. واضح الأمر بدمشق وشيء مخيف، حتى المسلسلات السورية اللي إنه هي بس بالبيت، بس هي بدها تتحايل على الرجل، ما أنا صادقة معه، تكذب عليه من شان تعيش حالة، الورث والميراث اللي فقط للرجل. المرأة تعاني لما بتتزوج، إذا ما تزوجت مشكلة، زوجت لازم تجيب الصبي، إذا ما جابت الصبي مشكلة. وحاليا بدمشق في تراجع مخيف أنا لاحظته، بمناطق أخرى أفضل بشوي. طبعا الضيق المادي عم يخليها سلعة جنسية بكل صراحة. أنا من خلال رؤيتي وشوفت ما أراه، حتى النساء المتحررات اللبسات، إنه لبسات عم يكونوا عبدات للمال نتيجة الفقر وفي استغلال. الوضع السياسي بيأثر على المرأة، إذا ما تحسن الوضع السياسي ما صار في حل الأزمة السورية، مستحيل يصير في حل. لكن هذا بعتبر هذا المؤتمر أمل، وأنا بتمنى يكون في إمكانية بكل سوريا يعني لمحاربة التخلف اللي عم يتمارس على المرأة. بالبداية كتير شاهدت إنه العمل كان كتير جبار للمنظمين ويعطيهم العافية، كان شيء كتير حلو، وأعداد اللي لفتني إنه مختلفة من كل بقاع الوطن عنا، من كل بقاع سوريا، من الشمال للجنوب. هلا أنا بالنسبة إلي وجهة نظر كتير خاصة بالمرأة، يعني رغم كل هالمؤتمرات وكل المقولات اللي بتنحكى عن المرأة، أنا برأيي المرأة لازم هي تبدأ بحالها، إنه لازم هي اللي تشتغل على حالها، إنه تحرر حالها لتقدر تحرر الآخرين الموجودين حواليها. فبرأيي إنه هذا الشيء بده شغل كتير، يعني ما بيصير بسنة وسنتين، فنحن بدنا نشتغل للأمد البعيد. وكبداية أنا بعتبرها بداية كتير موفقة وعم بلمس نتائج ولو انه كتير بسيطة، بس ان شاء الله رح تكون كتير ايجابية، وهذا شيء كتير راقي وحلو. مش دور المرأة كتير واضح،
يعني واضعة كل المستويات، فهذا الشيء لازم ينشغل عليه بهاي المؤتمرات. فلازم تتوجه المرأة أنه هي الطالب بحقها، الطالب بوجوده، أنه أنا موجودي، فلازم أنا أكون بهاي المؤتمرات، لازم أكون موجودي حتى خارج بقعة الوطن، لأنا أمثل المرأة، أنقل معاناتها المختلفة بكل أشكالها. فهذا الشيء هي المرأة نفسها لازم هي تكون عندها الدافع الذاتي لأنها تشتغل على هذا الموضوع. المرأة السورية لازم تكون قوية وتحارب بعنف من شان وطنها، من شان عرضها للوطن عرض. حاولت تعمل انه حرب وقتال، يعني مو لازم تصل لهون. هي بعدين يعني النساء والاطفال والهذا كثير كثير يعني شهداء، والله يرحم الشهداء ويخلي. والمرأة السورية لازم هي اللي تبين عند اللزوم. وضع المرأة بدرعة صار مليح يوم يعني صار اجتماع للمرأة والسورية لهذا. يعني هدفي انه يكون كله بخير وكله يعني المرأة تأخذ حقها.